وتقدم الجيش السوري في أحياء مدينة حمص وسط البلاد لفك الحصار عن بعض القرى المحاصرة من الجماعات المسلحة. وأفاد ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش سيطر على أجزاء واسعة من حي وادي السايح، معتبرا أن سيطرة الجيش على الحي تسهل سيطرته على أحياء مدينة حمص القديمة. وأكدت مصادر إعلامية سورية سيطرة الجيش على كل الحي.